عسلامة عسلامة لاباس لاباس عسلامة عسلامة. خلينا نتعرفوا عليك انت وصديقتك. انا اسمي نانسي وصديقتي ضيت عليا. انا اسمي تشيليا. مرحبا بكم. انتم توانسة؟ انا شطر. انا ابويا ايطالي وامي تونسية. اي وصديقتك ايطالية. صديقتي ايطالية. مرحبا بك. ماشي. احكي لي انت عايشه في تونس ولا في ايطاليا؟ انا عايشه لندن. نمشي في ايكول بريفي ايطاليان في المانزانوف وتعرفنا على بعضنا غادي كان وياها. اي معني صديقتك عايشه في تونس؟ لا كنت عايشه في تونس ما تولدت تعيش في ايطاليا. اي وتعرفنا على بعضنا غادي وتو رجعت لايطاليا. هي تسكن في ايطاليا وانت نتصورك تمشي وتجي على ايطاليا. اي انت من اب ايطالي وام تونسيه. اي كيكا بالضبط. وصاحبتي بوها ايطالي بقى يخدم لنا ودونك تجي معناتها ساعات لنا خاطر بوها لنا وهي تسكن في ايطاليا مع ام. احكي لي على علاقتكم كيفاش مع بعضكم؟ انتم اصحاب دار فيكم؟ اي نحن اصحاب ونعرفوا بعضنا عن 7 سنين. اي ونحبوا بعضنا برشا. اي شنو هو الحاجات هكا اللي خليتكم تكونوا اصدقاء؟ ولاي القراية لمتنا مع بعضنا. ما تعرفنا في القراية مع بعضنا ومن غادي كمان. ما تعرف ديما الأصدقاء باش يكونوا قراب من بعض من يقول ليه أصحاب. معناها فما دي بوان كوما هكا ما بيناتهم. شنو هو الحاجات هكا اللي تشبهوا فيها لبعضكم؟ برشا حاجات متعلقين بعضنا برشا حاجات ومش كان احنا راه عندنا برشا اصحاب اخرين معنا جوست في ايطاليا وباتاو وكنا متعلقين ببعضنا فهمت ونعرفوا بعضنا عندنا برشا سنين 7 كيكا. قداش عندها صديقتك من اللي رجعت لايطاليا؟ عندها 3 سنين كيكا 4 3 سنين. رجعتك الحاجه هذي معناها ولا لا انها بعد تعليك مثلا؟ اي شويه شويه ما ميسالش ما تبقينا مع بعضنا. خليها صاحبتك تحكي لنا شويه شنو يعجبها في تونس العيشه في تونس. كوزا تي بياتشي دي لا تونيزيا. كولو كي مي بياتشي دي لا تونيزيا sono anche i posti come è molto diverso dall'Italia. Mi piace il cibo, la loro cultura che è molto differente dall'Italia. Per esempio anche le persone che qua ti prendono più sulla fratellanza, quindi gli amici sinceramente mi trovo molto bene qua in Tunisia, mi piace tanto e basta. ترجمه قالت تعجبها الكولتور تاع تونس وهي جايه زاد على اصحاب على خاطر احنا برشا معناتها وكنا تلين شطر ونحبوا بعضنا وتعجبها الماكله تعجبها يعجبها البلايس. الماكله اللي تعجبها مثلا كول التو تشيبو بريفيريتو كديكو الكسكس. ميو تشيبو بريفيريتو هي الكسكس. كسكس يعجبها الكسكس. قديش عشتي تونس؟ كنت اي فيسوتو كوا 5 سنين. 5 سنين. اي في 5 سنين يعني ما تعلمتش تحكي عربي هكا شوية؟ تعرف كلمات يعني تعرف كلمات تفهم زيادة. تعرف كلمات. شنو الكلمات اللي بالعربي تعرف تقولهم؟ كولي بارول سيديرة تونيزين دو ديرة سي السلام عليكم لباس الحمد لله ولا راتيك هل ترى انه اللغة العربية صعيبة؟ برتلا لينغوا araba è difficile. All'inizio alle elementari era un po' difficile, ma poi col tempo grazie anche ai professori mi è venuto più facile, l'ho capito molto meglio e grazie anche ai miei amici. من الأول جتها صعيبة اللغة العربية كي جت لنا في تونس. أما بروفيتنا وأصحابنا احنا ما وشتر توينسا بدأت تتعلم تدخل في الجو وتفهم معناتها بدأت تفهم فهمتك. بالنسبة لكم انتم زوز يعني من ايطاليا تعتبروا خاطر حتى انت زاد الوالد نتاعك ايطالي تعجبكم تونس اكثر؟ هما زوز يعني كل دولة باش تتميز.
يزوز حاجات ديفيرون معناها هما تاع ايطاليا عندها لي كولتور نتاعها ولي تراديسيون نتاعها وتونس عندها لي تراديسيون نتاعها معناها ما بما انك انت عايشه في تونس يعني ها بما انك انت عايشه في تونس يعني نتصورك تميل لتونس شويه سامحني بما انك انت عايشه في تونس يعني تميل شويه لتونس ولا اي اي ما عندي عائلتي التونسيه من امي ما تحس روحي زاد تونسيه بالطبيعه زيد عايشه هوني يعني اي اي كل قداش تمشي لايطاليا كل عام كيكا كل في لي فاكونس و فعندي عائلتي زاد في ايطاليا تاع بويا تبع بويا كيفاش تكون العلاقه ما بين اب ايطالي وام تونسيه يعني وانت هكا في الوسط يعني خديت من امك ولا خديت من بوك كيفاش احكي لي لا انا امي وبويا مطلقين دونك ما نعرفش الحقيقه اما عايشه مع امك اي عايشه مع امي و من الاول وانت صغيره ما تتذكرش كيفاش كانت العلاقه نتذكرش غالبا معناها يكون الزواج المختلط غير ناجح فما ناجح اما الاكثريه تلقاه ماهوش ناجح علاش بالكش ما يتفهموش ما قول انت يعني ما همش نفس المونتاليتي نعرفش ما الحقيقه ما نعرفش امك ما تحكي لكش هكا علاش والا بوك هما بقاو معناتها يحكيو مع بعض معناتها بقاو صحاب اي بقاو صحاب هكاك وذاك المفيد فما قعدوش متعاركين و تليق امك وبوك ما اثرش عليك انت شخصيا لا الحقيقه لا ما انا مرتاحه هكا خاطر هما تلقوا من اللي كنت صغيره وما نذكر شيء مع حاجه باهيه بالنسبه لي تفرح كان يرجعوا لا بالحق استنست هكا انا انت كيما الصغار اللي استنسوا بوالديهم طالقين ويحبهم باش يرجعوا خاطر كي باش يرجعوا باش يرجعوا للمشاكل اي خاطر توا امي عندها رجلها وبويا عنده مرت معناتها هكا خير بالنسبه لي ومعناها كيفاش علاقتك مع زوج امك ومع زوجة بوك كيفاش علاقتكم ببعضكم باهي نحبهم برشا اي عندي علاقه بيا مع مرت بويا مع تموشك الايطاليه لا لا تونسي اي ولي بوك يحب التوانسه اي وعلاقه رجل امي زاد بيا مع نحبو برشا كي بويا هو على كل مرحبا بكم احبايا نخلي لكم الكلمه الاخيره شنو تحبوا تقولوا كان تحبوا تقدموا تحيه لاصدقائكم نحبوا نقدموا تحيه الليسي اللي قرينا فيه المدرسه اللي قرينا فيه هو في المانزانوف ايكول ايطاليان معناتها غاديك تعلقنا ببعضنا برشا فما معناتها عندنا برشا اصحاب غادي وبرشا مشاو وكهو تحيه لامي وتحيه لامي وكل كي بوي سالوتاري io saluto la scuola italiana a Tunisi il Menzaneuf e la scuola Gibiodierna insomma Gibiodierna tutti i miei amici e basta grazie come sta